اولا لابد نغتنم هذه الفرصه باش نزف الجميع الاخوه الحاملين الشهادات العليا المنضويين في اطار المجموعات والتنسيقيات ديال الاطر العليا انه اليوم اتخذ قرار نهائي بتوظيف 4304 ديال حاملي هذه الشهادات بصفه نهائيه. فهذا الموضوع كان التزام ديال الحكومه فيه، واليوم اتخذ قرار نهائي ابتداء مفاتيح مارس كما جاء على لسان بعض الاخوه المتداخلين. هذا واحد المجهود كبير درته الدوله طبعا بتوجيهات من جلاله الملك، ولكن في ظل هذه الظروف الاقتصاديه والانعكاسات ديال الازمه الاقتصاديه العالميه على المغرب كان هذا واحد المجهود كبير. ولكن واش دارتوا استجابه للحاجيات ولا دارتوا باش تهدأ؟ لا ابدا ابدا. انا اعطيك بالارقام انه منذ تنصيب هذه الحكومه تم تخصيص 10% من المناصب المحدثة في إطار القانون المالي لحاملي الشهادات المنضويين في إطار هذه المجموعات، وبالتالي سنويا كان هناك تشغيل ديال 1300 حامل الشهادة المنضويين دائما في إطار هذه المجموعات. اليوم كمرحلة استثنائية تم توظيف 4300 دفعة واحدة، في المجموع في المحصلة 8600 في 4 سنوات. نرجعوا لهذه الإجراءات باش ندير واحد المقارنة إذا سمحتي. في الوقت اللي الحكومة السابقة ما خذات من هذه المجموعات إلا 901 في 5 سنوات، ثلاث خمس سنوات، هنا كيبان الحجم ديال المجهود اللي دار على هذه المجموعات. غنرجعوا لهذه الأرقام. هذا إجراء فقط مرتبط بإشكاليات حملات الشواهد العليا المنضويين في إطار الجمعيات. ما الاشكاليه الكبرى، الاشكاليه ديال التشغيل غنذكروا فيها. اولا كملاحظه، ما يمكنش شي حد اليوم يجي يقول عنده عصا سحريه وغادي يحل المشكل ديال التشغيل في المغرب ولا في اي بلد واحد اخر. مشكل ديال التشغيل غيبقى قائم في المغرب وفي دول وحده اخرى، هو مشكل طبيعي جدا. والدول المتقدمه جدا اليوم في المعدلات المهمه اللي كتحقق كتوصل 4 حتى 3% ديال البطالة. هادو الدول المتقدمة جدا، معنى انه المشكل البطالة مشكل طبيعي غادي يكون في المجتمع وغيبقى في المجتمع. اسمح لي، ولكن كاين مجهودات كدار. واحد الرقم تحت المعايير الدولية وهو ديال اللي فوق 45 سنة، اعتقد ان نسبة البطالة فيه كتقلل يعني اقل من المعدل الدولي. طبعا اللي كاين هو كاين واحد المجهود كبير كيدار اليوم في ظل كما قلت واحد التداعيات وانعكاسات ديال الازمه الاقتصاديه العالميه على بلادنا. خصنا نعرفوا على انه الاستثمار الاجنبي انخفض في 2008 و2009 انخفض ب 50%، وبالتالي امام هاد التداعيات شنو وقع؟ ناضت الدوله وضعفت الاستثمار العمومي، الاستثمار العمومي كان مبلغ ديالو 83 مليار في سنه 2007، اليوم في 2011 167 مليار درهم. علاش مضاعفه الاستثمار العمومي؟ لخلق فرص الشغل، لتسريع وتيره الاوراس الكبرى، لاطلاق الاستراتيجيات القطاعيه اللي تحدث عليهم الاخت قبل قليل. اذا اليوم المغرب مفتوح، ورش مفتوح، غير هذا الارقام ما يمكنش تعطي نتائج فوريه. الله يخليك، ملي الان تيسمعوا المغاربه الارقام تيقولوا ارقام هائله، ديما تنهضروا بالملايير، شحال ديال السنوات خص باش هاد الملايير اللي تحطت تعطي الاكل اللي بغي ناكد لك السي العدوي اليوم انه المنحه ديال البطاله في المغرب منحه في انخفاض. انخفاض طفيف جدا، ولكن لأساسي انه انخفاض كاين في واحد الظروف اللي هي صعبه خصنا نعترفوا بها. راه اسبانيا اليوم اذا كان عندنا حنا معدل ديال البطاله هو 9.1 اليوم في المغرب، راه اسبانيا عندهم 20% ديال البطاله. هذا واقع، واقع ما يمكنش. والمقاوله لابد نقول واحد الكلام على القضيه ديال المقاوله. المقاوله اليوم في هذا الظرف الدقيق خصها تلعب الدور ديالها الاساسي، خصها تكون مقاوله مواطنه ذات مسؤوليه اجتماعيه، لانه استفدت، اسمح لي، استفدت من بعض الاجراءات اللي جابتها الحكومه. الحكومه دعمت هذه المقاولات في وقت الازمه ووقت الشده، وان الاول اليوم ان هذه المقاولات تنفتح، تطلق اوراش تنمويه،
تطلق استثمارات اخرى اللي تساهم في التشغيل. ما يمكنش الدوله بوحديتها اللي غادي تشغل، خاص القطاع الخاص يساهم في هذه العمليه. غادي نرجعوا لهذا الموقف ديال، لان هما انتم تتلوحوا لهم الكره دابا وما تيقولك اودي حنا راه بغينا، ولكن الجميع الله غالب الجميع حنا تنخلصوا مسؤوليته. لا ولكن لا واحد الوفاق ان الدوله تساعد الشركات تيجيو الامام سميتو للراي العام تيقولك اودي ما عندناش، بغينا نخدموا الناس. سي العدوي، سي العدوي راه الضريبه على الشركات خفضت من 35% الى 30%. راه المقاولات المتضرره من الازمه العالميه الاقتصاديه العالميه دعمت الدوله تقريبا 20% في المساهمه الباترونه في الضمان الاجتماعي خلصت الدوله، بمعنى وكانت واحد المساعده تكوين، واحد المساعده تقنيه في اطار لجنه اليقظه. يمكن اللي غادي يفيد.